لمحتك يا جدع وصلتني شباك من عينك يا جدع خدك تفاح دواني يا جدع رمشك دباح مفحوش يا جدع ما تهز يا بس لا حابي وسطك شوية لحد امتى والبكرة مريم صباح الخير صباح النور شو مبلشين من تحت الشباك تحت الشباك كانت تحية كاريوكا عم ترقص غصبا عنا لأنه كانوا بدهم يزوجوها كمان غصبا عنا بالقوة يعني بالقوة كانت الرقصة إذا لعبة الست هي واحد من أهم كلاسيكيات الكوميديا بالسينما المصرية وهو من ضمن الأفلام المهمة لرائد المسرح العربي نجيب الريحاني والراقصة المصرية تحية كاريوكا ومنيرة منيب وبشارة وكيم قصة لعبة الست هي رائعة نجيب الريحاني وصديقه بديع خيري بسبب تناول هالقصة الذكي لما يمكن أنه يلعبوا الحظ بحياة كل واحد منا بتدور أحداث الفيلم حول حسن أبو طبق العايش حياة فقيرة معدمة حتى تطرق بابه بأحد الأيام الفتاة الفقيرة لعبة بتقلب كيانه رأسا على عقب بجمالها وشقوتها وبيتمكن أبو طبق من إنقاذ لعبة من زواج إجباري مفروض من قبل أهلها وبينما بيناتهم انجذاب ومشاعر رقيقة بيتزوجوا رغما عن الجميع لكن لما بيكتشف أحد المخرجين مواهب لعبة الفنية تصبح مع مرور الأيام نجمة سينمائية مشهورة وبتتغير معاملتها نحو زوجها المصر على عدم التنكر لأصله المتواضع وعدم الاعتماد على أموال زوجته إذن بهالفيلم برهنت تحية كاريوكا على أن فنانة تجيد التمثيل والغناء بقدر إجادتها للرقص وكان هالفيلم يلي عرض بالعام 1964 بنجاحه الضخم تأكيد على أنه تحية كاريوكا هي صاحبة الموهبة الاستثنائية خاصة بوقوفها أمام عمالقة التمثيل بتلك الفترة
والمشاهد يلي جمعتها مع نجيب الريحاني بلحظات تمردها هي من أهم المشاهد السينمائية يلي بتظهر فيها قدرات الممثل. ورغم مرور أكثر من نصف قرن على لعبة الست إلا أنه مازال من أكثر الأفلام مشاهدة، خاصة أغنية بطلوا دا واسمعوا دا يلي أداها الممثل والمطرب الساخر عزيز عثمان، وهي أغنية خفيفة الظل تهكم فيها عزيز عثمان من بطل فيلم نهار عرسه، وأصبح المشهد الكوميدي بامتياز واحد من المشاهد الخالدة بالسينما المصرية. بطلوا ده واسمعوا ده، يا ما لسه نشوف يا ما الغراب يا وقع سودة، جوزوا أحلى يا ماما. بطلوا ده واسمعوا مريم. نجيب الريحاني رائد المسرح العربي، هو نجم الكوميديا السوداء الأشهر بتاريخ السينما العربية، ليش ما برأيك ما أخذ حقه بالسينما المصرية؟ جوال الريحاني هو من الفنانين القلائل يلي قدموا عمق نفسي للكوميديا الموجودة بأعمالهم، ولكن بالسينما ما قدر نجيب الريحاني يبرز موهبته وعبقرية أدائه كممثل بشكل كبير على عكس المسرح يلي أبدع فيه. والسبب هو أنه تأخر الريحاني بالدخول إلى عالم السينما، دخل بالعام 1931 رغم أنه كان قد بدأ العمل بالمسرح من العام 1912، وما قدر يحقق بالسينما يلي حققه بالمسرح لأنه كمان هو توفي بكير. إذن بعده عن السينما لفترة طويلة بالإضافة لسوء اختياراته الأولى من الأفلام كان السبب بأنه ما أخذ نجيب ريحاني حقه بالسينما. قلت حالي يعني. نعم، ولكن مع قلة أفلام نجيب الريحاني يلي ما بتتعدى العشرة إلا أنه النقاد بيعتبروها علامة بتاريخ السينما العربية بسبب التركيب السيكولوجية الساخرة المضحكة المبكية للشخصيات يلي جسدها الريحاني بأدواره. نعم. مريم، هل بأغنية يا خارجة من باب الحمام كانت أول مرة بتغني فيها تحية كاريوكا ورجعت شي غنت بأفلام أخرى؟ نعم بيارات، كانت أول مرة بتغني فيها تحية كاريوكا بهالفيلم، رغم أنه ما كان بنيتها أنها تغني، ولكن سليمان نجيب بالوقت يلي رشحها لمشاركة نجيب الريحاني ببطولة لعبة الست أجبرها على الغناء. قبل ما تغني تحية كاريوكا بهالفيلم كان العرف السائد هو أنه النجمات ما بيغنوا بالأفلام إلا عن طريق البلاي باك، وكانت تغني مطربة أخرى وهن كانوا يوهموا الناس بأنه هيدي أصواتهم، ولكن المخرج وليد الدين سامح يعني مخرج هالفيلم حرص على أنه تغني تحية كاريوكا بصوتها. لحن الأغنية الموسيقار محمود الشريف، وتم تسجيل أغنية يا خارجة من باب الحمام، ومن بعدها ما عادت تحية كاريوكا غنت ولا مرة، حتى لما طلب منا الموسيقار محمد عبد الوهاب أنها تغني قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى، كمان وقتها بيقولوا أنها رفضت وقالت أنه هي ما بتغني إلا من تلحين محمود الشريف. نعم، شكرا لك مريم، اختيار موفق مثل كل نهار جمعة. هلا رح نودعك، بنتمنى لك ويكند حلو، بنشوفك الاثنين. لكم كمان الله يرحمه. منتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم الموسيقي إلي خوري. إلي اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ اهلا، ماشي الحال؟ عندكم أمسية موسيقية اليوم رح تجمعك مع شرب الروحانة ومع أزاد ميرزابور، هي أمسية جمعتكم قبل بسويسرا؟ بفرنسا. فرنسا، شو الجمعكم اصلا؟ هي الفكرة انه شربل كان عنده حفلة بفرنسا، عادة نشتغل سوا، وكان كان في فكرة انه التقى مع عازف الايراني ازاد ميرزابور، هو عازف تار اللي هي آلة ايرانية تقليدية. شو هو التار؟ آلة ايرانية تقليدية وترية طويلة وتر وبالنقر، يعني مثل العود مثل البزق، طبعا لها خصائصها وصوتها اللي بينتمي لهديك المنطقة كتير. اوكي، فعملنا حفلة بفرنسا مشي ثلاث جمعة بباريس. كنتو بباريس؟ كيف كانت؟ كانت حلوة. شان هيك قررتوا هلأ تنقلوها على بيروت؟ قررنا نشوف التجربة كيف بتستمر، ممكن نسجله حتى للعمل.
انت واصل هلا من فرنسا دخلك؟ ايه؟ جاي على المطار لهون. شربل كان مفروض يجي بس شوي عنده غريب فمشان هيك صوتي مبين بعدني، مع انه اليوم حاجة. وبكره ينعدكم امسيتين ورا بعضكم. هلا اللي بيميز هالامسيتين انه ما رح يكون في اصلا غناء اللي رح يكونوا بس عزف، بس صح؟ عزف. ليش اخترتوا بس يكون في عزف؟ اخترنا لانه حابين يكون بس في عزف بكل بساطه، يعني ايام انا شخصيا ما بغني، شربل بغني. ايه شربل بغني. شربل بالاساس موسيقي، يعني كان عازف وبيحب العزف كثير، وايام بيكون عنده مال انه يغني، ايام بيكون عنده مال انه يعزف. الجمهور بيبقى مطالب بالمغنى؟ لا مطالب. اجمالا نحن معودين اكثر على انه الغني يكون مرافق للموسيقى، بينما الشعب الاوروبي لا، مش بيتقبل، بيتقبل بينبسط، بينبسط بالموسيقى بس. نحن نتعود انه نحب الموسيقى الصامته. طيب الجمهور اللبناني برايك هلا مش رح يطالبكم او يطالب شربل بانه يغني؟ اي ممكن، بس رح يخيب امله لانه مقرر انه ما يغني. مقرر. طرب سفر هو عنوان هالامسيتين، ليش اخترتوا العنوان؟ هو ذاته كان بباريس؟ لا، العنوان طلع مع شربل تحديدا من بعد ما عملنا الحفله، كنا قاعدين بالبيت عندي بفرنسا، فعم يقول لي انه لازم ننقي عنوان، هو شاطر فيهم هول الاشياء، فبعد شيء 10 دقائق قال لي شو رايك طرب سفر؟ وفعلا حلو لانه عباره عن طرب، طرب بتعرفي هو يعني خاص بموسيقتنا الشرقيه. وسفر بما انه كنا مسافرين وبما انه رح نرجع هونيك يعني، وبيرن بشكل حلو. صح. طيب نحن بنسلم على شربل، المفروض عم بيحضرنا على اساس كان المفروض يكون ضيفنا، بنقول له الحمد لله على السلامه وسلامه قلبه، وموعدين انه نرجع نشوفك قريبا. المعزوفات اللي رح تعزفوها الليله هي شو؟ هالبرنامج بيتضمن كذا فقره، في ثلاث فقرات، كل عازف منا بيروح على محل ما هو بحب، يعني في ارتجال طبعا، هو قائم على ارتجال كثير. هلا بالاخير في فقره بتجمعنا ثلاثتنا سوا، وفي مقطوعات مألفينا نحن، وكمان بيتضمن ارتجال. دوزان هو عمل قدمته سابقا، نحن كمان سبق اكيد، يمكن انت كنت ضيفنا كمان او شربل اجى ضيف كمان، حكينا عن الموضوع. رح نشوف هلا بعض المشاهد اللي بنرجع نكفي حديثنا. كنتوا ديو، هلا انتوا تريو. صح. مع آلة جديدة، يعني آلة يمكن غريبة نوعا ما، بس غريبة. برأيك هالمزيج كيف رح بيطلع؟ مزيج حلو، يعني هو عادة بس تكوني عم تخوضي شيء ما بتعرفيه أحلى منه، بيخليك تروحي لمحلات جديدة، والجديد على طول حلو كان بالموسيقى وبكل الفنون أو بالحياة كلها. فلما بيكون معك شخص حتى ما بتعرفي شخصيته فممكن يفاجئك بافكاره بشكل انت مش مستعد. هي اول تعاون مع ازاد ميرزابور انتم بتقوموا فيه، كيف صار اصلا اللقاء الي؟ هو جمعنا شخص بفرنسا بيعرفه، شخص ايراني وبيعرفنا، بيعرف شربل كمان، فطرح انه يكون ازاد موجود، ومن شي سنتين التقوا ازاد وشربل ببيت الدين على هامش المهرجان. ايوه. فكان في هيدي الرغبه، وبالعكس اللقاء يعني بيعمل شيء، بيضيف شيء كثير حلو، انه يكون في شخصيات وثقافات. اوكي، فاذا خلينا نعد الالات اللي راح بتكون موجوده على المسرح. انت بتعزف بزق وعود، راح تعزفهم اثنينهم، شربل على العود وازاد على تار، وكل واحد عنده فقره لحاله، وفي فقره جمعتكم الثلاثتكم سوا. هلا الارتجال عاده يعني نحن بنعرف المعزوفه الموسيقيه لتطلع مع المؤلف وتتركب وتنحط على وتر وهيك بتاخذ وقت كثير. كيف بيطلع الارتجال؟ الارتجال بتعرفي هو انك تبتكري افكار بلحظتها. مزبوط. هلا يعني حفل اليوم غير حفل بكره. ايه اوكي، هيدي الشغله اللي كنت بدي اقولها كخلاصه. الارتجال طبعا بيبين صعب،
وهو صعب، بس لما بيكون في مخزون عند العازف، يعني لما بيكون سامع كتير موسيقى متمكن، يعني متمكن أول شيء فكريا، وبده يتمكن تقنيا، يعني لأنه يمكن تجي فكرة حلوة على رأسه بس إذا ما قدر نفذها كعازف ما بتفشل، بيفشل الموضوع كله. ففي هول الشغلتين، وفي بالأخير في عنصر المفاجأة، يعني إنه العازف نفسه يفاجئ حاله، يعني يترك لحاله مجال إنه يروح على محل. ما في مطرح مثلا بتحس إنه لا هون زمطت ما كان لازم تكون هيك كيف؟ كتير أيام، بس هذه من جمالية الحياة هي. طيب لما تجتمعوا ثلاثتكم بهالفقرة الليلة، كل واحد رح يفتح حسابه بارتجال معين، شو معه يطلع؟ بدك تيجي تحضري تشوفي. لا بس فعليا يعني كيف بتنسقوا النغمات بشكل انه ما بتضارب مع بعضها؟ يكون في تناغم، يعني شو اللي بتتفقوا عليه مسبقا؟ لما عم نحكي عن الارتجال، انه الارتجال في اشياء مبتكره بلحظتها، بس الارتجال طبعا مبني على قواعد، يعني لما بتكوني عم تشتغلي على شيء اسمه مقام معين، يعني عم تشتغلي على مقام متفقين على مقام مثلا، مش نحن بس متفقين، في له اذا بدك معايير نحن كلنا بنعرفها بموسيقتنا التقليديه من زمان، بدكم تلتزموا فيها، يعني ما فيكم كثير تخرجوا عن هالمعايير. فينا نخرج بس بطريقه سلسه وما تكون نافره، هيدي الفكره، وكلنا بنعرف هيدا الموضوع، يعني مش ممكن حدا يباغد الثاني بطريقه عنيفه بتناول المقام. هيك حفل بتحس يعني نوعيه الجمهور اللي رح بتكون موجوده؟ نوعيه الجمهور، الجمهور بيحب هيك اشياء. هلا بتخيل انا انه كل العالم بتحب، بس يوصل لهم الاعلام، يوصل اللي عم يصير، ممكن يبلشوا يتعودوا انه يحضروا موسيقى بلا غني، او ما تكون موسيقى كتير عاليه، او كل هالتفاصيل اللي كل عالم بينقوا منها، بس ما حدا ما بيعمل شيء غير بينقوا. شو بتسمعوا؟ انه بتسمعي على طول اذا بتحضري تلفزيون، بتسمعي العالم يقولوا انه ما في اعلام والموسيقى يعني هابطه ورجع على ورا، يمكن لانه الموسيقى نوعا ما التجاريه عم بيتم الترويج لها بصوره دائمه. اكيد الاعلام، يعني هلا عم بسمع، كنت انا وقاعد ناطر الافلام اللي والموسيقى اللي عم تنحط، انه صار لي زمان ما سامع على التلفزيون شيء هيك حلوين. لو انه بيطلع هيدا اخبار الصباح بتميز عن غيره من البرامج بهذا الشيء. مزبوط، بس الاعلام مقصر اكيد، مش مقصر بحقي او حق اللي عم يشتغلوا هذا النوع من الموسيقى، انه يحطوا ام كلثوم عشية، يعني في العالم يبلشوا يتعودوا يسمعوا شيء مش كله ايقاع وكله. يلا اليوم المساء بطرب سفر، اليوم وبكره على خشبه مسرح المدينه، صح. على الساعه 8:30 المساء، اللي خوري اكيد مع شرب الروحانة وازاد مير سبور. الين حنقول لك ميرسي لانك جيت، نعرف انه ما بتحب تطل اعلاميا. لا هو لاني تعبان واكثر لانك بعدك واصل من المطار، وموفقين الليله، وبنرجع بنسلم على شربل. زاد ما بنعرفه، ازاد ما بنعرفه، بنبقى بركي متعرف عليه بعدين. شكرا لك، رح نرجع نختم مع مقطع موسيقي كمان.